شيخ صالح حفظكم الله ورعاكم، الدكتور ربيع المدخلي هداه الله ورده إلى رشده، الآن يتبنى نشر مذهب الإرجاء في شبكة سحاب وفي موقعه، يعني لا يرى كفر تارك جنس عمل الجوارح. وإذا رد عليه وقيل بأنك وقعت في الإرجاء قال: أقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكيف تجعلوني مرجئا مع أنه شيخ صالح حفظك الله يقول بأن الذي يترك عمل الجوارح بالكلية مؤمن ناقص الإيمان، وتشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على الدكتور ربيع المدخلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التناقض، العلماء لا يحسبون لقائله حساب. لماذا؟ لأن القائل بالتناقض يأتي بكلام متناقض عنده في الأصل غبش واختلاط، فكيف يقول مثلا الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول تارك عمل الجوارح ليس بكافر، تارك عمل الجوارح ليس بكافر، يعني يترك كل أعمال الإسلام الظاهرة، كل أعمال الإسلام الظاهرة، الحج والصوم والصلاة والزكاة وكل ذلك، كل هذا يتركه ويصبح غير كافر؟ من يقول هذا؟ لا يقوله إلا إنسان متناقض، كلامه متداخل، ينقض بعضه بعض ويفسد بعضه بعض، والله أعلم. من الأعمال ما هو شرطه كمال، من أفعال الجوارح ما هو شرطه كمال، كغير الأفكار، غير الصلاة مثلا وما شابه ذلك.